بنك الاهلي هو اللي نجح في ان يصل لمرمى بلدية المحلة في لقائين بتسجيله لخمس اهداف حتى الان. يعقوبو مدبولي من المكان المفضل، يعقوبو مدبولي وكرة الهدف الرابع، جريندو يوقع على الرباعية في الدقيقة 86. جريندو من بين دفاعات فريق بلدية المحلة يعمق جراح بلدية المحلة ويصبح التقدم بأربع أهداف مقابل لا شيء. رباعية برتقالية، رباعية برتقالية. مدبولي سدد، أحمد العش حاول بالإبعاد والتصدي والإنقاذ، نور الزمان الزموري لم يفلح في الإنقاذ، وأحمد حسين حارس المرمى لا حول له ولا قوة في مواجهة هجوم شرس لفريق البنك الأهلي اللي بيصل بهدف رابع عن طريق جريندو في الدقيقة 86. كان الأقرب الأسرع في المتابعة في وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف رابع لفريق البنك الأهلي. جريندو البديل سجل ونجح في زيادة الغلة التهديفية.